السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوف واحد لوبسيون أو واحد البروبريتي من البروبريتي ديال السلول. شفنا كيفاش نغيرو عدد الأرقام وراء الفاصلة، ثم شفنا كيفاش نأجوتيو العملة، ثم شفنا كيفاش ندير واحد السلول أو واحد الخلية خاصة بالضغط أو بلوغ بالساعة أو بالتالي. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفو واحد الشيء آخر، كيفاش نقاد أنا واحد السلول ونديرها خاصة مثلا بواحد نمرة التليفون او لا نزيد فيها البورسنتاج. جوج لوبسيون غادي نشوفهم. اول حاجة اللي بندير فيها البورسنتاج نديرو مثلا 15، ندير هذا الاعداد بهذا الشكل وبيدهم يكونوا بالبورسنتاج. نكليكي ثم غادي نتوجه فورما دو سيلول ونكتيف البورسنتاج وندير هنايا صفر على سبيل المثال وندير اوكي. تلاحظوا انه عطانا كل قيمة بهذا الشكل هذا. ممكن نجي سبيل المثال هنا وندير بورسنتاج عفوا ونحدد انا عطاني 1500. اش دار؟ هز ديك 15 واعتبرها 1500. اذا انا اللي بغيتو يعطيني دوك القيم بالبورسنتاج ما خصنيش نعطي انا هاد الاعداد بهذا الشكل. تعتبر هو كل واحد هو 100%. مثلا خصني نعطي 0.5، 0.1، 0.6، 0.6. اذا الى بغيت تكون هاد لوبسيون صحيحه خصنا نعطي العدد يكون محصور بين 0 وبين 1. هاد 0.5 تكافئ 50%، 0.1 كذلك تكافئ 10%. نسيليكسيونو نتيستيو هاد العمليه هادي ثم نتوجه البورسنتاج وندير اوكي. تلاحظوا ان ديك 0.5 ارتا 50%، بينما انا عطيتو 15 او لا شي عدد كبيره تيعاود يزيد ليا هاد الاعداد تدولي بهذا الشكل. اذا اي فورمانه اي مجموعه تاع لي سيليل بغيت نديرهم في البورسنتاج ما غاديش نكتب انا 15% بهذا الشكل تاع 15، انما غادي نكتب بشكل نتاع 0.15. ونجي وندير بروبريتي فورما دو سيليل ونستيل بورسنتاج. ثم كاين طريقه اخرى من هنا تنستي مثلا ندير على سبيل المثال 0.16 ونكليكي ونتوجه لهنا، كليكي على هاد ليكون بهذا الشكل ونستي بورسنتاج. تلاحظوا ان ردنا على شكل بورسنتاج. ثم غادي نشوفو ان شاء الله تعالى كيفاش نقادو واحد نمرة التليفون، ندير واحد السيلول خاصة بلو نيميرو دو تليفون. كليكي على دغوا فورما دو سيلول ثم نتوجه عفوا السبيسيال، ثم غادي نستي لو نيميرو دو تيليفون باغ اكزومبل وغادي نكتب انا على سبيل المثال مثلا 06، نكتب نتبع هذا 15 ستة. دير اوكي. تلاحظوا انه اوتوماتيك عطانا واحد لسباس بين جوج الاعداد، تيدير جوج الاولين تيدير سباس، تيدير جوج التانيين سباس وهكذا. وممكن كذلك تنحدد انا النمرة التليفون تاعش من بلد، مثلا فرنسا او لا كندا او لا على حسب النيميرو بهذا الشكل. تلاحظوا ان تعطينا واحد ليكزومبل او لا واحد المعاينه اللي بهذا الشكل هذا. سيت انا ماروك خلاها لي بهذا الشكل. ثم كاين عندنا شي اوبسيون اخرى على هاد الفو على هاد السيلول. ممكن انا اردها لا فورم على شكل تكست، ممكن اردها كذلك فراكسيوني، بمعنى انها تكون بواحد الشيفخ بحال شكل واحد على اربعة او لا بحال هاد الشكل هذا او لا بدومي على حسب الاختيار. ثم عندي واحد لوبسيون اللي هي بيرسوناليزي اللي تقريبا مجموع فيها كاع هاد لي كاتيجوري كلهم. تلاحظوا ان كاين بهاد الشكل هذا تنستي انا تندير بيرسوناليزي، تنختار انا النوع نتاع داك السيلي داكشي بيكون مكتوب فيها ولكن بواحد الشكل نسبيا بلي افونسي. نديرو حنا على سبيل المثال انيلي وغادي نكتب. اذا هذه هي مجموعه نتاع لي بروبريتي اللي تنديرها انا على واحد السيلول وحده، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى لدرس مقبل اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.